قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه بات، وأمه بتسأله عن المشكلة اللي عملها في المدرسة لكنه مش بيرد عليها. بعدين بتطلب من بنتها ان هي تأكل القطة عشان مشغولة، لكنها بتكون مشغولة هي كمان في التدريب بتاع المدرسة. فبتطلب هنا من بات ان هو يأكل القطة، فبيهز دماغه ان هو موافق لكنه مش بيتكلم معها زي كل يوم. وفي العربية الأم بتعرفهم إن هي اترقت في الشغل بتاعها، وعشان كده عاوزين يحتفلوا مع بعض بالليل بحاجة زي كده. وفي التدريب بنعرف إن بيم بتكون قائدة الفريق التشجيع بتاع المدرسة للسنة التانية على التوالي، واللي بيخلي صحابها بيكونوا غيرانين منها. بترجع تاني على البيت وبتشوف أخوها بيلعب مع صاحبه، لكنها بتطلع على الأوضة. وفي الوقت ده صاحب بات بيكون مراقبها من بعيد، وبتلاحظ بيم إن هو بيبص عليها، فبتحاول إن هي تقفل الباب بسرعة. بيحاول بات إن هو يطلع على الأوضة لكنه مش بيعرف بسبب الإعاقة اللي بتكون في رجله. في الاخر بتقفل الباب على رجله عشان يتعور، وبينزل بات على السلم وبيهدد اخوها بالفيديو اللي معاه وان المدرسه كلها هتشوفه. وبالليل بيم بتتكلم مع امها عشان يحتفلوا مع بعض، لكنها بتكون في الاجتماع بتاعها وهتتاخر شويه. بعدين بيخلص الاجتماع عشان ترجع تاني على البيت، والجو بيكون مطر جدا، وبتشوف ان بنتها بتبعت لها رساله لكنها بتعمل حادثه على طول. وفي وقت متاخر بيروح الجد على بات وبيم في البيت، وبيعرفهم ان امهم عملت حادثه وهي دلوقتي في المستشفى. هنا بيطمنوا عليها عشان يعرفوا انها كويسة، لحد لما بتيجي الجدة عشان تتعرف عليهم، وهنا بتتعرف على بيم بكل سهولة لكنها بتتلخبط في الاسم بتاع بات. والجد بيعرفهم ان حفيدها بات هيطلب منها ان هم يقعدوا معاهم النهاردة في البيت لحد لما امهم تخرج من المستشفى. تاني يوم بينزلوا من الاوضة عشان يفطروا مع بعض، وجدهم بيعرفهم ان الجدة هي اللي عملت الفطار ليهم، وان هي مصابة بالزهايمر عشان كده لازم يتعاملوا معاها بكل حرص وما يزعلوش من اي كلمة ممكن تتقال بسببها. وبعدين بيروحوا على المستشفى عشان يطمنوا على امهم، والدكتور بيعرفهم ان هي مش مصابة باي حاجة خارجية لكنها دخلت في غيبوبة. بيرجعوا تاني على البيت، وبات بيشوف فتحة غريبة في الحيطة وجواها واحدة شعرها طويل جدا وشكلها مرعب. هنا بتيجي بيم عشان تشوفها هي كمان، وبتسأل بات مين اللي عمل كده، فبيعرفها ان الفتحة هي اللي حصلت لوحدها. بالليل بيم بتحاول تعرف الجد ان هي شافت فتحة في الحيطة، ولما بيروح مش بيلاقي اي حاجة على الرغم ان هي باينة لبات واخته. وبالليل بيستغربوا ان محدش شايف الفتحة الا هما، وبات بيحس ان ده مش جده، لكن بات بتعرفه ان هما عارفين اسمائهم وكمان ليهم صور مع بعض من زمان. وتاني يوم بات بيعرف ان الفتحة اختفت تماما من الحيطة، وجدته بتنادي عليه عشان يفطر، وبتحطه قدامه كوباية لبن كبيرة وبتعرفه ان هو لازم يشربها عشان المشكلة بتاعت رجله. وفي المدرسة صاحب بات بيطلب ان هو يشوف اخته للمرة التانية، لكنه بيرفض ان هو يعمل كده. ولما بيهدده ان هو ينشر الفيديو اللي معاه، بتيجي بيم عشان تلحقه، وبتعرفه انها ممكن تبلغ عنه لكنها ما تعرفش الفيديو كان فيه ايه. بتروح تاني على المستشفى عشان تشوف امها، وبتطلب هنا ان هي تفوق بسرعة لانها مش مرتاحة في البيت مع جدها. في الوقت ده بات بيكون قاعد تاني مع صاحبه، وبيسمع صوت غريب جاي من الحيطة واللي بتكون من الفتحة. وهنا بنعرف ان صاحبه مش شايف اي حاجة زي جده، ولما بيبص منها بيتخبط في دماغه ومناخيره بتتكسر. هنا بتيجي بيم من المدرسة وبيعرفها ان بات هو اللي عمل فيه كده، وفي الاخر بيخرج من البيت وبينسى الموبايل بتاعه. بتحاول تعرف منه اللي حصل معاه، وبيقول لها ان الفيديو اللي بيهدده بيه بيكون مقطع ليها وهي بتستحمى في النادي. وبتحاول ان هي تنظف الدم بسرعة قبل ما حد يوصل، لكن الجدة بترجع عشان تشوف، وبتسأل مين اللي تعور. هنا بتندى على بيم باسم امها واخوها باسم واحد تاني ما نعرفوش. بتحاول البنت ان هي تفهم اللي بيحصل، فبتفتكر ان الدواء بتاعها لسه ما خدتهوش. وبالليل بيصحوا على صوت مرعب جدا جاي من الصاله، وبيشوفوا الجد قدامهم وبيطلب ان هم يرجعوا تاني على الاوضه. بنعرف ان الجده هي اللي بتصرخ، لحد لما بيجي تاني يوم وبتكون طبيعيه مره تانيه، وكالعاده بتحط اللبن قدام بات عشان يشربه. فبيروح الجد على اسم الشرطة اللي بيكون رئيسه في يوم من الأيام، وبيطلب من صاحبه إن هو يشوف الملف بتاع بنته. بيعرف هنا إن الحادثة حصلت مع واحد اسمه بوب، وصاحبته كانوا سكرانين في العربية، لكن صاحبهم التالت هو اللي خبط بنته. فبيخمن هنا إن بوب هو اللي كان سايق وصاحبه اللي بيدافع عنه، لأنه ابن ناس تقيلة في البلد وعشان كده صاحبه بيشهد على نفسه. وفي البيت بيم بيشوف الموبايل بتاع صاحب بات قدامها، وبتفرح جدا لأنها تمسح الفيديو. في الوقت ده بيسمع أصوات غريبة جدا، وبيشوف الفتحة ظهرت تاني في الحيطة، فبيروح عليها عشان يشوفوا اللي بيحصل. وبيلاقوا هنا الطفلة بتزحف على الأرض ومحتاجة المساعدة، لكنها بتعرف إن دي بتكون شبح، وده لما بتشوف إن عندها بيكون ليل وعندهم أصلا نهار. بتطلب من بات إن هو مبصش تاني من الفتحة، وبيطلع على الأوضة. وبالليل بتقدر إن هي تمسح الفيديو بتاعها من على الموبايل بتاع صاحبه، وبات بيشوف شبح بنت جنب أخته على السرير، فبيفضل يصرخ. وتاني يوم بتصحيه عشان يروح للمدرسة، وبيعرفها إن هو تعبان شوية، وبتلاقي دم كتير جدا على هدومه.
في الوقت ده الجدة بتجيب له كوباية لبن عشان يشربها، وبتشوف صورة بنتها قدامها وبتعرفه ان هي كانت مثالية جدا وبتفكرها باخته بيم. وفي كراسة الرسم بتشوف واحدة راسها متعورة وشكلها غريب، فبتفضل تزعله ان هو ما يرسمش كده تاني، لكنه مش هو اصلا اللي رسمها. وكوباية اللبن هنا بتقع على الارض عشان القط يشرب منها، وبيخلص اليوم لحد هنا. وبالليل بات بيعرف اخته ان هو بيتعب جدا من البيت ده وعاوز يرجع تاني على الشقة بتاعتهم، وبيفضل يكح دم قدامها. وهنا بيسمعوا صوت خبط مرة تانية، وبتشوف البنت بتزحف قدامها على الأرض لحد لما بتفضل ترجع دم وبتموت على طول. وبيشوفوا جنبها واحد نايم على الكنبة وشكله سكران، وبيسيبها تموت قدامه. وبات بيعرفها ان الفتحة دي زي الثقب الدودي، وان هي بتوريهم اللي حصل هنا من فترة كبيرة. وبيرجع تاني لجده وبيشوفهم واقفين قدام الحيطة، فبيفضل يزعق لهم وبيسألهم عن البنت اللي ماتت جنبهم. بيقول لهم ان البيت ده كان مهجور من زمان، وبيحطوا الدولاب قدام الحيطة وبيطلب ان هم يرجعوا تاني على الأوضة عشان يناموا. هنا الجد بيلبس الهدوم بتاعته قبل المعاش، وبيجهز السلاح بتاعه عشان يخرج من البيت. وفي الوقت ده الدولاب بيقع تاني على الارض بكل قوه، وبينزلوا بسرعه عشان يشوفوه، والجده بتكون واقفه معاهم. بعدين الجد بيوقف بوب اللي شاكك انه عمل حادثه مع بنته، وبيرمي عليه الويسك عشان يحرقه ويخلص منه. في الوقت ده بنته بتفوق في المستشفى تاني، وبتسال عن اولادها، وبتعرف ان هم قاعدين في البيت مع ابوها. وبتبدا الاصوات تعلى مره تانيه، والمره دي الجده بتسمع معاهم اللي بيحصل، وبتعرفه ان الفتحه دي عذبتها لاكتر من 15 سنه، وان الجد كان بيديها علاج عشان تنسى اللي بيحصل. فبتسالهم بيم لو كانت بصت من الفتحه قبل كده، ولما بتعرف ان هي ما بصتش عليها بتقرر بيم ان هي تشوف الفتحه مره تانيه، والجده بتفضل تحذرها. وهنا بتشوف امها وهي صغيره وشايله على ايديها طفله واسمها بينيا، وبتصحى جوزها عشان تساله على بنته. بنعرف ان الشخص ده كان اسمه كريت، وبيكون ابوهم اللي مات، لحد لما بيشوف جده وجدته وهم صغيرين. بتحاول الجده ان هم ما يشوفوش اي حاجه تانيه، لحد لما بيسمعوا صوت ضرب نار بيكون جاي من ورا الحيطه. فبتحكي لهم هنا على الحقيقه، وان في يوم بينيا كانت قاعده مع ابوها الرسام في البيت لوحدهم، لكنه كان دايما سكران وبنته بتستخبى منه عشان تلعب معاه. في الوقت ده بتشرب سم الفران اللي كانت فاكره ان هو عصير، لحد لما بتموت، والاب بيفضل نايم على نفسه وسكران. ولما بيصحى بعدها بيعرف اللي حصل لبنته، فبيقرر هنا ان هو يضرب نفسه بالنار لانه حاسس بالذنب في اللي حصل معاها. وهنا بات بيفضل يرجع دم تاني قدامهم، وبتحاول الجده ان هي تشربه اللبن بالعافيه. في الوقت ده الام بترجع تاني على البيت، وبتشوف القط بتاعها بيكون ميت قدام الشقه، وبتزعل عليه جدا. وفي الوقت ده بيوصل كمان الجده على البيت، وبتحصل ما بينهم خناقه كبيره جدا، وبيعرفوا الحقيقة موت بتاع بنيا، وان الجدة كانت بتحط لها السم في اللبن عشان تخلص منها، لانها كانت طفلة بشعة جدا وعاوزة تتموتها. وبتعرف الام ان جوزها كان بريء، وان هي عملت كده بسبب ان الطفلة كان شكلها غريب، وان هي كانت ست مثالية واتجوزت اصلا واحد مدمن، وانها حاولت اكتر من مرة تموت بات بنفس الطريقة لانه كان عاجز زيها، وبتحاول تتخلص منه باللبن المسموم، والبنت بتفضل مش مصدقة اللي بتسمعه. في الاخر بترجع الام مع اولادها على البيت، وبتوريهم صورة اختهم اللي ماتت، انها شافت الفتحة اكتر من مرة لكنها ما صدقتش اللي شافته. وبالليل في مكالمة بتيجي هنا للجد عشان تعرفه ان بوب ما كانش بيكذب عليه، وده من خلال كاميرات المراقبه، وان صاحبه فعلا اللي كان سايق العربيه، وده معناه ان الجد قتل واحد ملوش اي ذنب في اللي حصل، لحد لما بيظهر شبح بنيا قدام الجده، وبتفضل تصرخ بصوت عالي جدا، والجد بيروح عليها فبيشوف قدامه شبح جوز بنته اللي ماتت واللي بيكون بسببه، بيضرب بالنار عليه عشان يخلص منه، لكنه بيعرف ان اللي ماتت دي بتكون مراته، وبينتحر هو كمان وراها. وهنا بنعرف ان جوز بنتها كان نايم اصلا لما بنيا ماتت، والام افتكرت ان جوزها اللي عمل كده، فبتضربه بالرصاص في دماغه. ومن ساعتها الفتحة دي فضلت في الحيطة لحد لما شبح بنيا بيرجع تاني لاخواتها، وبيخلص الفيلم لحد هنا. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.